تحدي يا فرحة بوقت الشدي رح بتجيبوها مع بعض السوريين وفنالك مجتمعين هتفنا بصوت ملايين رح بتجيبوها. سعد مساكن وألف ألف تحية وشكر لأبطال منتخبنا الرائع لنسور قاسيون اللي خليتونا نفرح، خليتوا هذا البيت وهاي العيلة السورية ترجع تفرح من فنزويلا لأستراليا، خلتونا نرجع نتجمع مرة تانية بالبيوت بالشوارع بالمدن بكل أنحاء العالم، رجعتوا الفرحة لقلوب السوريين فأنتوا فزتوا لنكون حققتوا الشيء المهم والأهم، وإن شاء الله تكونوا بطريق البطولات سواء بكرة بكأس العالم أو كأس آسيا، المهم إنه نحن كلياتنا على الطريق الصحيح. بعد الله إحنا معكم وكل سوريا معكم وبحبكم كتير. جمانة براد نسور قاسيون كلنا معكم عم ندعمكم. إن شاء الله يكون التأهل لقلنا من نصيبنا لأنه نحن منستاهل الفرحة. خلوا البداية تكون من عندكم لحتى نحول دمعة الحزن لدمعة فرح. شكراً لأنكم جمعتم من تفرق. إبراهيم عالمة أنت حارس عالم، إن شاء الله يكون 10/10/2017 عم يحكي عنه التاريخ للنصر ونوقف الحرب. شكراً صدى الملاعي، بحبكم. ما في شك إنه كل السوريين شباب ورجال نساء وأطفال وحتى اللي كبار كلياتهم قلوبهم مع نسور قاسيون. بإذن الله بكرة رح تكون فرحتنا كبيرة، والفرحة الكبيرة الكبيرة كتير يوم نوصل لروسيا. نسور سوريا الأبطال ناطرينكم بكرة بفارغ الصبر لحتى نفرح فيكم ونفرح كلنا بنجاح بلدنا، تأهل منتخبنا السوري وبلدنا سوريا العظيمة لنهائيات كأس العالم. فرحنا مبارح بتأهل مصر كان كتير كبير، يا رب يا رب تكمل هالفرحة. بتأهلنا نحن كمان، بتأهل السوريين لكأس العالم، نحن كتير متأملين فيكم. رح ندعي لكم قلوبنا حتى صناعة الأمل هو الشيء اللي قدمه فريق نسور سوريا بنجاحاته وبفوزه، واليوم كمان هذا الأمل بيتجدد وعم يكبر، وبمجرد وصولكم لهون نحن فخورين فيكم ورح نضل فخورين لأنكم رفعتوا اسم سوريا بالعالي. الله يكون معكم شباب، وإن شاء الله يا رب توصلوا لمونديال روسيا 2018 وتكون هاي بداية الفرح والسعادة لكل الشعب السوري. خلوا الفرحة سورية. نسور قاسيون رفعتوا رأسنا ورفعتوا رأس كل سوري بالوطن العربي والعالم. أنا من قبل ما بحضر ولا بتابع كرة قدم، بس يبدو أنه رح بلش أحضر وتابع من وراكم أنتو يا نسور قاسيون. كل الحب والاحترام، بالتوفيق والنجاح الدائم والمستمر. بس بدي أقول كلمة صغيرة لمنتخبنا الوطني أنه الله يكون معكم والله يوفقكم، وإن شاء الله يا رب بينكتب الفوز لكم بهالمباراة وبكل مباراة. أنتوا أملنا وأنتوا حلمنا لكأس العالم. نحنا ما بعمرنا كنا ممكن نتخيل يعني أنه نصير بكأس العالم ونلعب بمباريات كأس العالم وفريقنا يلعب بملاعب العالم. يعني فرحة ما بتتخيلوها، مسؤولية كتير كبيرة عليكم، بس إن شاء الله يا ربي أنتوا قدوا وقدود.